مرحبا بكم بدائرة بن حمد. سكان حمزة يتمنون أن تقضوا وقتا ممتعا في ضيافتهم. تبلغ مساحة المنطقة التي سنصبر أغوارها 2000 كيلومتر مربع، وتكون الجزء الأكبر مما يسمى بالشاوية العليا. تحدها من الشرق بلاد ورديغة وولاد عبدون بإقليم خريبقة، ومن الشمال الشرقي بلاد زعير في إقليم خميسات، ومن الشمال الغربي بلاد مدكرة وولاد حريز، ومن الغرب دائرة سطات، ومن الجنوب بلاد بنمسكين. سنتوقف بأهم مركز حضري هنا والذي يتمثل في مدينة بن حمد. سنعرض لظاهرة استقطاب المنطقة لعدة أقطاب دينيين. سنزور سيدي محمد البهلول، سيدي حجاج، وسيدي محمد السكاك. كما سنعرف بتراث المنطقة وطبقها المحلي. تحمل هذه المنطقة في وجدان سكانها اسما اسطوريا يتمثل في كلمة العلوة، وللفظة عدة معاني، فتارة تعني الأراضي العالية أو الشوية العليا الواقعة شرق الأجزاء السهلية المنبسطة من الشوية، وتارة أخرى ترتبط بوجود عدة أضرحة لأقطاب دينيين أمثال سيدي محمد البهلول وسيدي حجاج وأبنائهم وغيرهم من أولياء الله الصالحين. وتعد المنطقة مجالا لانتشار قبائل مزابة التي تؤكد المصادر أنها نزحت في العهد الموحدي من وادي جير في المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى لتعمير إقليم تمسنة بعد فراغه من سكنته الأصلية خلال الحروب البرغوثية. وقد استمر تعمير المنطقة في العهد المريني وانضفت إلى سكنتها فصائل من بني هلال. أما في العهد السعدي فقد دخلت المنطقة فصائل جديدة من القبائل المعقلية. ورغم توسع المجموعة المزابية إلا أن عدد فروقها لم يتجاوز أصابع اليد. بنو سنجاج أو سنجاس من الفرع المغراوي، ولد بوزيد، ولد فارس بن إبراهيم، ولد عمرو. ويبدو التقسيم البشري الحالي بالمنطقة كالتالي: مجموعة ملال وتضم قبائل حمداوة، ولد عمرو وابن إبراهيم، ولاد شبانة وابن ريتون والحلاف، وولاد سي عيسى. مجموعة العشاش وهم عشاش لوطان مع عريف الخزازرة، ولاد بن عريف الولاد، عشاش الغابة، ويكونون ما يسمى بولاد محمد. مناخ المنطقة شبه جاف يتميز بفصل شتاء مطير نسبيا يمكن أن ترتفع فيه التساقطات إلى 600 مليمتر خلال السنوات العادية، وتنخفض إلى ما دون 300 مليمتر في أراضي ولاد فارس بالجنوب. وغالبا ما تتأثر المزروعات الحولية بمساوئ الجليد الجريحة في الشهور الباردة ورياح الشرق في أوائل فصل الصيف. وبفعل المؤثرات القارية يمكن أن يسجل في بعض المراكز الحيوية مدى حراري يفوق 20 درجة. يمارس الأهالي زراعة الحبوب بالمساحة الصالحة للزراعة بالمنطقة، ولا تتعدى المساحة المسقية 1000 هكتار تتواجد بضفاف أودية المنطقة وعيونها وتخصص للخضروات. وجهتنا الآن مدينة بن حمد أهم مركز حضري بالمنطقة، ويفضل الأهالي تسميتها بعاصمة مزاب، أول نواة عمرانية للمدينة قصبة بن حمد. مدينة مفتوحة خول لها موقعها الاستراتيجي القريب من عدة مراكز حضرية مهمة. الدار البيضاء وسطات وخريبقة لعب دور ريادي بالمنطقة، دون أن ننسى الدور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والخدمات التي قدمتها المدينة للمزابيين منذ بداية الستينات في غياب مراكز صحية ومدارس وثانويات بالمنطقة آنذاك.
ويذكر سكانها بكل فخر واعتزاز توقف المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه بها واستقباله لسكان القبائل الذين أتوا من كل حدب وصوب. بهمد عاصمة فزار لها تاريخ مجيد وحافز الأمجاد، وكنت منه وكون جيتوا عندنا مدة هذه، وهذا ليس ليهم المهم الآن. فبهمد عندها تاريخ انك تعرفت من البرنامج كيهتم بالعالم القروي، ولكن مرة ومرة الكرام بالمراكز الحضرية المتواجدة بالمنطقة. احنا كنعرفوا يعني بنحمد راه ما يمكنش انسان يمر بلا ما يتوقف وياخذ شهادات ديال الناس باش يعرفوا بهاد المنطقة. نعم شكرا. كتعريف اخر، فبنحمد هي عرفت محطات تاريخية كبرى سواء قبل 1912 او بعد ذلك. فمثلا معارك الشاوية اللي تكلموا عليها الاساتذه في محطه 20 غشت الماضيه كانت استمدت العون ديالها من هنا. ايضا مدينه بنحمد تفتخر بكون ان المغفور له محمد الخامس زارها ومر من هنا. ولو نظرنا الى المعلم الان الموجوده امامنا فهنا سبق ان توقف، وهذا بطبيعه الحال نريد ان نفتخر به نحن وكذلك ابناءنا وتلامذتنا. وماذا عن تاريخ المنطقة؟ يعني هذا كان كتقديم، ماذا بينا نعرفوا بعد التفاصيل عن تاريخ المنطقة؟ تاريخ المنطقة هي أولا بن حمد قاعدة مزار وعاصمتها. نعم. إذا تأسست هي عام 1865، يعني كقصبة للقائد محمد بن حمد الذي كان يسكن في تلك المنطقة، يعني وراء ضريح سيدي محمد بن التامي. نعم. كانت هناك قصبة، وكانت القصبة تمتد على مسافة حوالي 800 متر من المنطقة الشمالية للمنطقة الجنوبية، وكذلك حوالي كيلومتر من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية، حيث كانت محصنة من مجموعة من الأسوار. بالإضافة إلى ذلك كان يمر هناك وادي من الجهة الجنوبية يسمى وينتبوريان، التي كانت عبارة عن مورد لبناء المنطقة، يعني كان مورد مائي كيجيو تما كياخذوا منه الحاجية ديالهم ديال الماء. أصل المدينة قصبة، النواة هي القصبة، ثم بعد ذلك أصبحت تتوسع أفقيا وعموديا حتى اتخذت طبعا مدينيا. التوسع الافقي التوسع العمودي. نعم، وهي كتبقى كذلك هي السوق ديال القبائل المجاوره بالمنطقه، وكتبقى اهم مركز حضاري، وكيجيو لها كلهم ابناء المنطقه باش يقراوا والتطبيب. نعم. ابناء منطقه نزار العشاش ياتون هنا الى السوق المركزي اللي هو سوق 2 بن حمد. نعم. وكذلك بالنسبه للتعليم كتبقى هي من اهم المراكز اللي كانت يعني هي من اهم المراكز العلميه بالمنطقه. اذا اخذنا بعين الاعتبار زاويه الحاج تاغي، يعني هي تسمى بقرويين منطقه نزار. إذن هي تجمع حضري، هذا التجمع الحضري يضم ساكنة مهمة، بالإضافة إلى ذلك هناك أطر، هناك طاقات، هناك نشاط فلاحي، هناك نشاط اقتصادي إلى غير ذلك. نعم. إذن هي نفس التطور الذي مرت منه مدينة بن حمد، مرت منه قصبة بالرشيد أو مدينة بالرشيد، نفس الشيء، وقصبة كذلك السطات. إذن ثلاث نقاط هذه مهمة في المنطقة الشاوية اللي هي بن حمد وبرشيد والسطات، هذا الدور ديالها كذلك عندها دور اقتصادي. وهو ان هذه المناطق هذه القصبة الثلاثه كانت عندها كل واحده كانت مستقله فيما يسمى بتعاونيه المنطقه، وهي التعاونيه مثلا غناخذوا الهريا البيض اللي كيضموا اللي فيهم دابا الان 164 مطموره عشريه، هي وهي اللي كتهز 10 ديال الحمولات ديال الجمال ديال الزرع. لا كوبيراتيف ماروكا اللي كان يعني انا كنعرفوا منطقه الشاويه كانت من اخصب المناطق المغربيه، وكانت كما قلتي المطمره المغرب. نعم كوبيراتيف ماروكا. نعم، وكانت في بعض الاحيان انها هذه المنطقه كانت كتصدر يعني الحبوب للمناطق اخرى. هنايا هذوك الهريا البيض اللي قلت لك شبيهه بمرس القنانط اللي كانت في السطات، وكذلك بالمرس اللي كان في ظهر العطار اللي كاينه في ولاد حريز. اذا هذه طروا كوبيراتيف ديال الله الشاويه اللي هي مهمه، من هنا كان كيتوثق الزرع الدار البيضاء، كيتوثق على التاجر اللام. التاجر اللام كان عنده علاقه مع ايطاليا ومع فرنسا ومع اسبانيا ومع البرتغال. اذا كانت كذلك حتى الصوف النزابيه كذلك كانت كتوثق الى الخارج، كانت تصنع منها مثلا المعطاف، كانت كتصنع منها بعض الاوكسيه ديال الجنود في بريطانيا مثلا. الصوف كانت مطلوبه هي الصوف الورديغيه، الصوف النزابيه كانت هي الصوف الورديغيه كانوا مطلوبات بجوج. هذا عن الدور الاقتصادي، يعني تاريخ الدور الاقتصادي بالمنطقه. ماذا عن دور الاشعاع الفكري والديني والثقافي؟ فيما يتعلق بالاشعاع الفكري، مدينه بن حمد كبعض المدن الاخرى تزخر بطاقه فكريه
كثيره جدا خاصه الشعر، واعطيكم كنموذج مثلا الشاعر جميل حسن واخرون بطبيعه الحال، وتسجل مدينه بهمد بمداد الفخر والاعتزاز انها اعطت للمغرب رجالات في التاريخ، اذكر من بينهم الفقيه الحمداوي الذي يعتبر من بين الموقعين على وثيقه الاستقلال. الشعر الثقافي كان على يد جيلين، الجيل الاول وهو الذي كان يوجد بزاويه الحاج تاغي وكان مقره مدينه بن حمد، التعليم الاصيل، التعليم الاصيل بطبيعه الحال، والتعليم الاصيل تشهر بزاويه الحاج تاغي منذ اقيد منذ 1818، يعني منذ عهد زاويه سيد العبيب المعطي الزاويه الشرقاويه. نمر كذلك الى الجيل الاخر وهو جيل سي محمد الحمداوي. سي محمد الحمداوي الذي وقع على وثيقه الاستقلال، يعني اللي هو ابن المنطقه منها واليها. بالاضافه الى ذلك نتحدث عن الجيل الثالث، يعني من هنا وهناك، هناك الاخ نجمي حسن، وهناك كذلك السيد ميلودي شغموم، وهناك مفكرون اخرون، يعني اعطوا الشيء الكثير واغنوا الثقافه المغربيه بعطاءتهم. سبقت الاشاره في بدايه الحلقه الى ظاهره استقرار العديد من الصوفيين بالمنطقه، ومحطتنا المقبله منطقه البهله نسبه الى دفينها سيدي محمد البهلول، حيث سنتعرف على تراث ادبي شعبي شفوي تركه الدفين وما زال يتداوله حفدته. جاء في رواية سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول بصفحة عدد 88 بلفظه ما نصه: سيدي محمد بن بهلول ولي صالح، ينتسب أصله إلى شرفاء نجاجة، نادرة الزمان الشريف الأصل والعلامة الجليل سيدي محمد بن علي البهلول، كان رضي الله عنه إماما همما، عالما عاملا، زاهدا عابدا. انفرد بهذه الأوصاف الشريفة على سائر علماء وقته، واشتهر بالصلاح والتقوى، وكان للناس فيه اعتقاد عظيم، وكانت كرامته أوضح من شمس الضحى وهي دليل استقامته، وكانت له بركة عظيمة ودعاء مستجاب تشد إليه الرحال في المسائل العلمية، هدب النقول ونفحها، وكسى علم التصوف صلاوة وبهجة، وله الباع الطويل في الشعر، فكانت تأتي إليه الفتاوي نصرا وندما. من الكبير حتى الصغير، الله يجعلها الجمع ديالها الضريح، وهذا الولي الصالح، وهذا الطلبة، والجمع ديال البهالة، الله يجعله حفظ الصفار. عاش الدفين في فترة حكم المولى إسماعيل، وقد ترك قصيدة يعرف فيها بنفسه. قال الشيخ محمد بن بهلول نفع الله ببركته في قصيدته الذي يعرف بها نفسه: كثير الناس ما يعرفوش حالي، حيث ما ذاقوش من اللي هو ذقتانا، الحجوبين وما نظروش العالي، وانا باب الفضل فتحوا لي مولانا، شارب من خمور فرح سالي، محمد فوق بساط العنا، ننظر في حبيبي شاطن بالي، نور ذات سيدي بيك وانا، فردي في حوالي سال رجالي، اهل الذوق اللي مخبارهم فينا انا، هو فردي من الافراد. وهذا الولي الصالح معروف بالخصائل ديالو، ومعروف بالكرامات ديالو. واش كيحكوا لكم الناس القدام على هذا الشريف؟ حكيوا لنا الناس القدام على هذا الشريف وانه كان عالما زاهدا، كانت تشد له الرحائل قصد الافتاء. كان كيفتي؟ كان كاين لا كان شي واحد عنده شي مشكله، ولا كانت عنده شي بغى شي فتوى كيجي؟ نعم، يجي كياخذ فتوى من هنا على الدين ديالو وبقصد التبرك. وهذا الولي يعني له كرامات كثيره، وله اولاد عشره. يحظى البهله بمكانه متميزه بين قبائل مزاب، وحظوا ايضا بتقدير سلاطين الدولة العلوية الذين منحوهم ظهائر التوقير والاحترام، وقد قام بذلك كل من المولى اسماعيل والمولى الرشيد والمولى الحسن الاول والمغفور له محمد الخامس. وقد ترك سيدي محمد البهلول اكثر من 400 قصيدة تتضمن وصفا دقيقا لزمانه وفتاوي في امور دينية ودنيوية. جدنا رحمه الله خلى لنا شي بركه، وبقات من جدود لجدود كنقولوها، حمدنا ربي بها، واليوم غادي نسمعوها لكم.
الله ينفعكم. تفضل أسيدي. قال الشيخ نفع الله وإياكم ببركته، قال أصمد بالصمت، صمت بلغ صمده، والصمدانية في أقسام على الحوال، حقق حقق في ذات إله اللي وحده واملكني حتى ذكره وتعطال، إله إله لا شريك له في عبده، وكساني وكسوى أخفية من بيت المال، بادر بشروطه وخلص العال، بالصبر باش دار كل الناس كامل. وشنو المعنى ديال هذا الكلام؟ كان هذا المعنى هو قوله الله أحد، الله الصمد، هو قال هذه العربية قالها الله تعالى هو اللي كاين. يمكن هو يعني الإدراك منه بغى يبسط ويفهم ويشرح القرآن بالطريقة اللي كيفهموها هنا الأهالي. نعم. في المنطقة باللغة ديالهم وباللهجة ديالهم. نعم. نعم. كاين قصائد أخرى سمعت أنه رحمه الله كان كيفتي في عدة أمور، مثلا في الزواج، كان يفتي في مثلا شي حد عنده شي مشكلة يجي يستشر معاه ويعطيه حكمة وكيعطيها لي عن طريق الشعر. نعم. عن طريق هذا الكلام الموزون اللي كتسموه أنتم العربي، قصائد العربي. كان واحد من جواعة عرفها جاية. نعم. مجاعة. جثث. نعم. جثث. نعم. جاي. وقال واحد العربية. أش قال؟ نتوسل بك ليك يا نعم الرب. يا الخالق العباد وانت مولاها، وانا عوريتي بيك ما نخاف ولا نتعب، ونجنب نفسي لهوات من غير هواها، دافع عنا برحمتك تقمت الغرب، وتقصني جا من قحط عنا بغلاها، عذبتني حية الغلا من وسط القلب، وخلات في قلبي مسار بدماها، ولالا تامس نظر يا مرة هتعجب ديما زينة تقلع اسمها. نعم. لالا تامس يعني على الشاوية. نعم. نعم سيدي. مرة هتعجب. هو جوبه ولده، ولدو جوبو قال لي ايه يستاجب، قال لي راك استاجبتي للحق سبحانه. نعم. يستاجب ربنا للمنسى في القلب، وفضله يسر ومخازن مقواها، والعبد ليس لله مقرب، قولوا مسموع كيف ما قال قضاها، في وعد قريب ما عليه عمرني صعب، بين الكاف والنون الحكام زراها، مولاي قام من بعانين استاجب، عطاي حنين عادته ما ينساها، معروف بالجود والعفو من بعد الغد، ويرخص الاسعار من بعد غلاها، وترتاد النفس بعد ما كانت في التعب، وتعود الناس ينشاوي ونزاها، والايام دايما دايما تتقلب، الشده والرخا كيف راد مولاها، لا شديات مسطرين في اللوح الكاتب، وعبيدو تقليدين قضاها، ابن سيدي زيد في الكلام وحبهب، لعل من شاد الحبر رخا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. هذه القصائد مزيان، نعم. واش باقي الناس في هذه المنطقه كيحفظوا القصائد ديال العرب؟ اييه، ولاد السيد. نعم. كاع يحفظوا خيرات ما عندهاش. نعم، شحال كتحفظ انت من قصيده؟ بزاف، مش عن نحسب لك. كتار، كتار. بزاف. وكاين شي ولاد اللي راهم الان بداو كيحفظوهم. اي. واش كاين ولاد السيد كاع يحفظوا هذا الشيء. نعم. اي، من الله، كاين اللي يحفظوها بالسمع. نعم، لانه هو ما خلاش مكتوب هذا. لا. خلا كل شيء كيسمعوا على شيء حتى. لا لا ما مكتوبش. نعم. ما مكتوبش. واش سكان المنطقة كلهم كيحفظوا هذه القصائد ديال العربي؟ ولاد السيد. ولاد السيد هم بحدهم اللي كيحفظوا. هم اللي كيحفظوا. نعم. وخا ساكن هنا ولا في المدينه ولا في كل ماذا كيحفظوا. باش يحافظوا على التراث ديال جدو. اييه. وانت كتعرف شي حويجه؟ كنعرف شي حاجه. ولكني غادي نختصر لكم باش ما نطولش عليكم بزاف. نعم. قال الشيخ نفع الله ببركاته يطيع الباء والهيا ساكنين فيها، ومن كاسب شربت خمور، روح يطالع الحق ما تسهق، بجاه العنايه ربي الغفور، بعيني شت لاله مكونه كل نهار فيها نزور. المعنى ديالها البا جوج، الوالدين، والها خمسه. خمس وقعات اللي دار هادو راه فاز. كما تتناول القصائد والرباعية الصوفية للعلوة التي كان يرددها شيوخ المنطقة وتناقلها عنهم سلفهم سيرته ومناقبه وعدد وأسماء أبنائه وكراماتهم. ولسماع هذه الأغاني وقع كبير في نفوس الأهالي يطرب لها الكبار والصغار. وقد قال لي أحدهم إنه إذا سمع أن هناك مناسبة سيحييها شيوخ المنطقة يعدل عن عمل ما كان قد أقر العزم عليه ويحرص على حضور المناسبة وإن لم يكن مدعوا. I'm gonna get out.
محطتنا الموالية أراضي المعاريف وبالتحديد قصبة المعاريف التي كانت إحدى نقط العبور المهمة للطريق التجارية والرسمية الداخلية لبلاد تمسنا. يعتبر سهل المعاريف من أخصب أراضي المنطقة، وذلك لجودة تربته وغزارة مياهه الجوفية التي تنقصت بفعل تتابع سنوات الجفاف التي عرفتها المنطقة. فبالإضافة إلى نشاط زراعة الحبوب وتربية المواشي، اهتم الأهالي ومنذ القدم بزراعة الخضروات التي كانت تسقى بواسطة ضخ المياه من الآبار نظرا لوفرة المياه الباطنية. ويتحدثون وبحسرة عن الماضي التليد لازدهار الفلاحة هنا، إلا أن هذا النشاط تقلص بشكل كبير، وتقلص معه الدور الطلائعي الذي كانت تلعبه المنطقة، إذ كانت تزود الأسواق المحلية ويغطي منتوجها أسواق مدينة الدار البيضاء. شهدت المنطقة التي نتواجد بها أحداثا لا يمكن إغفالها عند الحديث عن تاريخ الشوية أو بلاد تمسنا كما كانت تسمى قديما، وبالتحديد مدينة تمسنا التي هدمت عن آخرها في فترات متلاحقة سواء في عهد الأدارسة أو المرابطين أو الموحدين. ومدينة تمسنا كانت معقلا للدولة البرغوثية التي حاول أمراؤها المساس بالعقيدة الإسلامية. هنا كان مقر هذه المدينة بأراضي المعاريف قرب ضريح سيدي محمد الفكاك. سمعت بلا بالمنطقة كانت ديك المدينة ديال تمسنا، هذيك المدينة كانت هنا قديمة، سمعت انها زلزلات وكتلقاو بعض الاثار ديالها. اييه مدينه تمسنا وي حنا واش كيحكيو لكم جدودكم عليها؟ كيقولوا لنا الناس الكبار تمسنا كانت هنا في القديمه وارض زلزلات، وكان الحفر هنا الناس وكيسيبوا واحد العدد ديال الردم تحت الارض وكيسيبوا سيدي اثارات، وكان حتى بعد يقولوا لنا تبعد الخزين كان هنا بكري الناس كان يصرف شي حاجه الدقل تاعو كيخزنوا بكري بكري الناس حيت كانت بكري كانت لا بنكاله لا بنكاله لو كان عاسيو وداك الشيء الناس كيخزنوا داك الشيء، ودابا كنسمعوا هاد الشيء كله. نعم كي داير المنطقه من الناحيه الفلاحيه؟ مزيانه دابا نمره واحد منطقه فلاحيه وكنديروا حنا الخضر حنا بزاف، ولكن اللي جاب البحير البحير كنقولوا البحير هنا الماطور داك الشيء تقريبا كانت عندنا على 180 موتور اللي هي سقويه هنا. كانت المنطقه مهمه فلاحيا؟ منطقه مهمه وكانت الفلاحه هنا، وتقريبا كنا نسرجيو على تقريبا 30 كاميو 40 كاميو في الليله يوميا
120 طن 130 طن كتمشي للمرش كريو ديال الخضره. ديال الخضره شنو الخضروات اللي كنتو كدير؟ كنديروا خيزو، نديروا البطاطا، نديروا الطرق التقليديه، السقي بالطريقه التقليديه. طيب بالمطر. نعم بالمطر. نعم خدامين تقريبا. وعلاش تاثرت هذه الفلاحه تقلصت؟ على حسب الجفاف الماء السنين الاخيره. الماء الماء. نعم هذا العام واش هذيك العيون اللي كانت وديك المستوى ديال الابار واش طلع كما كان؟ طلع تبارك الله بخير وعلى خير، كل شيء طلع مزيان ونطلبوا ان شاء الله تعالى والحالة غتعقب على ما عليها. هذا هو سهل ولد مراح الذي يضرب به المثل في الخصوبة والعطاء، إذ جرت العادة أن يرد الفلاحون على غيرهم الذين يتبهون بخصوبة أراضيهم قائلين: تواضعوا، أتظنون أنكم تحرثون أراضي ولد مراح التي تخرج من شقوقها الذهب الأحمر أي القمح الجيد. يمارس الفلاحون هنا زراعة الحبوب وخاصة نوعا محليا يسمى الدويسي. سواد التربة وخلو الجو من الرطوبة عاملان يضمنان جودة هذا النوع وقابليته للتخزين سنين طوال. عراقة القبائل وميلهم إلى الاستقرار وطول مدة استقرارهم بالمنطقة عوامل أهلتهم لاكتساب عدة مهارات وصقلت تجاربهم الفلاحية. وتجدر الإشارة إلى أنه هنا تمارس عادة عند بداية موسم الحرث، يقوم بتأدية أدوارها شيخ مسن برفقة أطفال وفتاة في مقتبل العمر. يخرج هذا الأخير إلى أقرب حقل بالدوار ويحرث خطا تسمى العملية خرج الحرث، ويخاطب بهيمته قائلا: إرى خرج علا. وعند رجوعه تستقبله فتاة في نهاية الخط حاملة خبزة كبيرة من دقيق الشعير، يقوم بتكسيرها على قبضة المحراث وتوزيعها على الأطفال. هذه هي المنطقة التي يذكرها جل الفلاحين المغاربة قبل الانطلاق في الحرث قائلين: بسم الله الفلاح أولد مراح، تيمنا بالسهل وخيراته وطيبة سكانه. لهذا السبب لم يكن جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله طراه فرصة إعطاء انطلاقة عملية الحرث الجماعي لسنة 1957 بالمنطقة وبالتحديد بهذا الحقل، فقد حج إليها طيب الله طراه برفقة ولي عهده آنذاك جلالة الملك الحسن الثاني، واستقبلتهم ساكنة المنطقة بحفاوة منقطعة النظير. الحاج صالح انتبه نعم. بالناس اللي حضروا نهار جات سيدي محمد الخامس الله يرحمه لهذه المنطقة وعطى الانطلاقة ديال الحرث. عاود لي على ذاك النهار. هذاك النهار جا بدا من سيدي حجاج. نعم. سيدي حجاج لقاتو القبايل بالزغاريت وبالخيل تلعب من تما وهي جاي بلازم حتى لهنا. نعم. القبايل كاع مجموعة عيالات ورجالة حتى وصل لهذي الأرض. هذه الأرض وهي الحوض الزين تاع سيدي إسماعيل. ومشي أخت جموحة. نعم. سيدنا محمد الخامس من ذي هذا الأرض وقال بسم الله الفلاح أولاد مراح، وركب التكتور مع ذاك الشيفور وتبعوا سيدنا مولاي الحسن، ومشاو والوزارة تبعوهم، مشاو لقدام عاود يا سيدي لك زاد شوية ورجعوا. نعم. إذا أولاد مراح لا كيتفكروا هذا النهار مزيان. هذا النهار بقى تاريخ بليتي سمعت، هذا النهار بقى تاريخ. يعني الناس فرحانه به بزاف، بلينا هاد البلاد راه ان شاء الله غادي يكون فيها الخير، والخطه سير زيدي وكل القبائل دايره به وفرحانين والخيول كتلعب. ونزيدك كما دخل سيدنا الله يرحمه ويوسع عليه دخل لهاد البلاد، دخل ليها وخاد التراكتور وقال بسم الله الفلاح ولاد مراح، ويسر في الحرث ودعا اعمال القبيله وقال لهم طلب لي مشي دعوه ديال الخير وبالتيسير، وملي جا سيدنا وهاد القبيلة فرحانة وكل شيء ما خاصة تشي، وكمل ليها مولاي الحسن. وهاد التاريخ كيشهد هاد جال هاد البلاد سيدي إسماعيل كيسميها بلاد السقا، وهي هاد البلاد هي شرفها سيدنا.
من اللي جاها شرفها وباقي الحمد لله كيزيدها في الخيرات كيما هو الاول وزاد مولاي الحسن حتى هو وزارها ومن هنا والقبيله فرحانه به وبالخيل وبالوطاقات وبالزغاريت وبالكل من هي خلقت لقاوها لي ومشى فرحان وعاود طرق سيل العين الرباح كانت كيقول لي عين الرومي وسمى عين الرباح وتغدى تما وعطى فاتحه لولاد مراح. ارتبط اسم العلوى في تاريخ الصوفية والجهاد الديني منذ التوسع البرتغالي في أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر باسم الولي الصالح سيدي حجاج الذي استقر بالمنطقة في بداية العهد السعدي. يوجد ضريحه بقلب سهل ولد مراح بل ان اسم المنطقة يرتبط باسمه. خلف الضريح يتواجد تجمع سكني يحيط بعيون عددها سبعة تستعمل مياهها ساكنة المنطقة وزوار الولي. اخبرنا انها عادت للصبيب بعدما كانت قد جفت نسبيا طوال فترات الجفاف السابقة ويوجد الى جوار هذه العيون كهف صغير فتحة لكن يظهر انه مدخل لأحد المغارات العميقة التي لم تستكشف بعد ويحمل هذا الغار اسم مزوش نسبة إلى رباط ديني قديم حسب الرواية الشفوية. بعد العيون هو الحكايه ديالها على انها فهمتيني هي من المياه الطبيعيه فهمتيني اللي هي موجوده الحمد لله في الارض والناس كيجيو كيتبركوا منها نظرا كيقولوا على ان سبع عيون كاينه في طير العلوى سيدي حجاج كيجيو الناس كيتبركوا منها وكيشربوا منها. على اثر التدهور الامني الكبير الذي ساد بلاد تمسنا خلال العهد الوطسي وتزايد اخطار التصرف البرتغالي نحو الاقاليم الداخليه تطوع الشريف سيدي أحمد بن محمد أبو الخلف الملقب بسيدي حجاج للقيام بمهمة استنهاض القبائل ضد الغزاة وتؤكد المصادر نسبه للشرفاء الأدارسة وفاد إلى هنا وهو دون الأربعين وكان هدفه الأساسي هو محاولة تجميع القبائل المزابية وذلك بالحد من الصراعات فيما بينها وتجنيدها لمواجهة الأخطار الأجنبية وبدأ بإعادة تنشيط أكبر رباط ديني بتمسنا ويسمى توسيرت ويعد في أهميته مقابلا لرباط تساوت. من بين أهم إنجازات سيدي حجاج تثبيت القبائل المزابية في أماكنها الحالية كل مجموعة تتوفر على عدة عيون مائية لسقي مواشيها نظرا لجفاف المنطقة. إحياء الاحتفال بذكرى عيد المولد الذي كان حديث العهد آنذاك وتظهر قطبانيته بين رجالات التصوف في حمله لعدة ألقاب وأوصاف منها عزر العلوى أو طائر العلوى أو الهادي عينه للعلوى كما أن ضريحه كان وما زال بمثابة مكان للتعبد وحفظ القرآن. سيدي حجاج جل المنطقة هذه في أوائل القرن التاسع هجري جاء لان الوقت ملي كانت المنطقه خاويه كانوا البرتغاليون كانوا غادي يغتصبوا هذه الارض هذه و لا بالنسبه للناس اللي فيها ولا باش يملكوا الارض ديالها وجا هو الارض السعيده هذه وكون فيها زاويه الفقه والجهاد باش الناس يتوحدوا بيناتهم ويجمع شمل القبائل اللي كانت مجاوره لهذه المنطقه هذه من الاقطاب اللي من ضمنهم رجال العلوى منهم مثلا سيدي محمد بهلول منهم سيدي محمد فكاك لاله فاطمه الكحيله سيدي مقاسم سيدي حجاج كانوا هادو مجموعه ديال الصوفيين كانوا موحدين وكيتجمعوا بيناتهم باش كيفقهوا الناس وكيعلموهم العلم والفقه
سمعت انه كان الموسم كيتعقد سيدي حجاج وما بقاش. نعم الموسم كان في الحقيقه فهمتيني كانت السنين اللي كنعقلوها من الصغر ديالنا حتى وصلنا لحد هذا السن هذا كان ديما الموسم كتعمر نظرا لحكم جفاف فهمتيني اللي حكم المنطقه خاصه اللي حكم على الصعيد الوطني كامل خاصه المنطقه ديال سيدي حجاج يعني فرض على المنطقه ما يبقاش يكون فيها الموسم وكيجيو الناس من عده مناطق ماشي غير الناس اللي هما في الجوار ديال السيد كيجيو من اقليم سطات تقريبا كامل او كما كنقولوا الشاويه كامله كتجمع امام الوالي باش كيكون واحد الحفل عام اللي كيتجمعوا فيه الناس وكيبقى ديما الموسم مستمر ومن سنه 82 الى 96 ما عمر الموسم بقى ما انعقد شيء وطلبوا من الله سبحانه وتعالى بالنسبه للصابه كما كنقولوا ان شاء الله السنه كانت سنه معطاء ان شاء الله الرحمن الرحيم ترجع للمنطقه ان شاء الله ان شاء الله المواسم ديالها والفلاحين يحتفلوا كما كانوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونحن عائدون عرجنا على ضاحية مدينة بن حمد وبالتحديد توقفنا بجماعة عين دربان. كان لكل منطقة بنزار منتوجها الفلاحي الذي أوحت به طبيعة المنطقة لساكنتها، فاشتهر أولاد مراح بالقمح وأولاد شبانة بإنتاج العدس، وأعطى الضفاف وادي العريشة تينا من أجود الأنواع. أما حمداوة سكان ضاحية بن حمد فقد عرفوا بإنتاج العنب، وكان منتوجهم يغطي الأسواق المحلية وينافس بل يضيق الخناق على عنب دكالة، وذلك لجودته العالية ومقاومته للتلف. لكن ظروف الجفاف والتطور الفلاحي الذي عرفته المناطق الأخرى وصغر المساحة المخصصة وتباعدها ونضوب مياه العيون عوامل أثرت على الفلاحة بالمنطقة ودفعت بالسكان إلى الهجرة أو إلى الاشتغال كعمال بأورش مدينة بن حمد. ما يميز هذه الجماعة هو احتضانها لإحدى أهم مدارس التعليم الأصيل بالشوية، ويحب الأهالي تسميتها بقرويين زاب نظرا للدور الذي لعبته في مجال الإشعاع الديني والثقافي بالمنطقة. إنها زاوية سيدي الحاج تغي التي أسست في أوائل عهد السلطان مولاي عبد الرحمن من طرف الولي الصالح سيدي الحاج تغي بن مسعود بن حمد بن عبو الحمداوي في العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، وجعلها مركزا لدراسة العلم الأصيل حفظ القرآن والمتون والسنن وموطأ الإمام مالك والأجرمية وغيرها من الدراسات الإسلامية التي سهر على تلقينها للطلبة مجموعة من الأساتذة العلماء من خريجي القرويين، أشهرهم الفقيه بوشعيب بن محمد والسيد العربي بن محمد. وقد تتلمذ عليهم عدد من الطلبة من دكالة أمثال مولاي الطاهر القاسمي، وانقطعت للدراسة بها العديد من أفواج الطلبة القادمين من ولاد حريز المزمزة وابن مسكين والمذاكرة. وتذكر بعض المصادر أن الشيخ المهدي البناني درس بها لفترة يسيرة. تخرج من زاوية الحاج تغي ما يقارب 8000 طالب، منهم من التحق بجامعات التعليم الأصيل، ومنهم من اشتغل خطيبا أو واعظا أو مدرسا للقرآن. وقد ترك الفقيه الحاج تغي وصية لأبنائه وحفدته يأمرهم فيها بالإحسان إلى الطلبة الوافدين على الزاوية وإكرامهم ومحاولة إشعارهم أنهم بين أهلهم وذويهم. جاء في الوصية: فلا تنقطع عنهم المؤن ولا يصاب أحد بأذى ولا يهان. وشجعوهم على الإقبال المستمر على حلقات الدرس، ولا تتساهلوا معهم إذا تهاونوا أو أبدوا نوعا من التهور. عرفت المدرسة بعد وفاة الشيخ فترات إهمال، إلا أن السلطات الإقليمية تداركتها في السنين الأخيرة وتحاول جاهدة مساعدة المشرفين عليها لاستعادة أمجادها. الأستاذ الحاج حمد بن مسعود رحمه الله أسس هذه المدرسة هذه، وكون واحد المجموعة ديال الطلبة وبعث بها إلى مدينة فاس، ومن بعد فاس تكون هذوك الطلبة جاو وأصبحوا منهم قضاة وعدول
وكنت بالضبط واساتذه في جامعات الى اخره، ثم الان يعني حيثما اتجهت في سائر اقاليم المملكه المغربيه يمكنك توجدي انه هذه الطالبه درك تقرا زي التغيير، يعني ما كانش الدور ديالها محدود في المنطقه ديال المنطقه الوسطيه الجويه ولا كذا، بل تعدات الى ذلك، وبين تلامذتها اساتذه يعني ناس شيوخ ائماء في دكالة مثلا. السيد القاسمي الزاويه القاسميه في دكالة هو تلميذ ديال الفقيه الحاج التغيير رحمه الله. وبقات الرساله ديالو مستمره الى الان، يعني من ذاك التاريخ وهي غاديه حتى الان. نعم، كيف الان كتمر العمليه؟ لان كنعرفوا التعليم الاصيل تاثر بالتعليم العصري. كيف هو الحال الان بالزاويه؟ المدرسه لا تزال تحتفظ على التقاليد القديمه اللي خلاها الشيخ رحمه الله، القراءه على اللوحه والكتابه بالصمخ والفقيه تيصحح الالواح والتلاميذ تيفتيو الفقيه والفقيه تيفتي لهم وتيصح لهم الالواح ديالهم وعلى الطريقه الحصير. يعني الحياه تغيرت هنا شيء ما في الحياه يعني الصحيه ديال الدراري، حيث ان الدراري كانوا تينعسوا على التسارح ولاو تينعسوا على النوامس، والحاله الصحيه ديالهم يعني اصبحت جيده وممتازه. نعم، ظروف الاقامه اصبحت ظروف الاقامه يعني جد حسنه. والتلاميذ اللي هنا او المسافريه من مناطق التلاميذ الان عندنا تقريبا الان 43، فيهم من الراشديه، فيهم من الخميسات، وفيهم من القلعه السراغنه، وفيهم من اقليم جديده، وفيهم من اقليم قنيطره. نعم، والتسيير المالي شكون كيصرف على الزاويه على المدرسه بتفهم؟ التسيير المالي كاينه جمعيه ديال الوعظ والارشاد هي اللي مكلفه بجميع التسيير المالي باستثناء واحد المنحه تتمنحها وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه نظرا للاقليم الطلبة تساوي 80 درهم في كل شهر لكل تلميذ من اجل النظافه ومن اجل كذا، اما التغذيه والعلاج والنوم والافريشه هذا كله على حساب جمعيه الوعظ والارشاد اللي تتسير المؤسسه. تزخر المنطقة أيضا بالعديد من الزجالين الذين نبغوا في هذا النوع من التراث، وتناولت قصائدهم العديد من القضايا الوطنية. نكتفي لضيق المجال بهذا القدر. مناسبة عيد الوطن المجيد ديال 96 كل شيء نزين، عطانا المطر كثير وكاع الناس فرحانين، الشتا فينا طوش وما بقاش الغش، بنادم كاع فرحان بعيد عرش. عطانا الله الصبر جينا بالحين وكاع الفلاح يكونوا فرحانين. سيدنا امر بن حسن الثاني راه عاديه وزينة شحال من عام جا في الدور بينا باش حنا ما تعلوني ربي حافظي لينا. حسن الثاني فرحتنا به وكاع الدول تهدي فيه. ها هو عرف المغرب ولا يجي قريب وبعيد. سكان السطات والشاوية كيحبوا الأسرة العلوية. أمير بن حسن الثاني يا ربي حفظيه وبارك في عمره، ويد على سيدي محمد وخير مولاي رشيد يا ربي يحفظهم وبارك في عمرهم. ولنا يا رحمن واحفظ مولاي حسن وهي الختام والسلام. الناحية الفنية موضوعا جماليا تتغنى به أهازيج وأغاني شعبية كثيرة تحمل اسم أغاني العلوة أو عيوط العلوة، وتردد في أغلبها عبارات ونداءات رتيبة تحمل سامعيها أحيانا إلى أعلى مستويات الحزن الحنيني أو تحرك فيهم دوافع الانتشاء والجذبة. تتناول هذه الأغاني مواضيع كثيرة تتصدرها مواكبتها للنضال المغربي في عهد الحماية،
وتتغنى كما سلف ذكره بمناقب أولياء المنطقة، وتصف أيضا العادات والتقاليد والهموم اليومية. تستعمل الفراق التي تؤدي هذا النوع من التراث المحلي آلات بسيطة، أهمها الجندري والمزمار والدف والجوال والمقص والكف أي التصفيق. يقتصر المؤدون المنفردون على الجندري وترديد أهازيج تستهوي السامعين. هذا نمط آخر يستعمل فيه الجندري والدف. النمط فيعتمد مؤدوه الدف والغيطة. النمط الأخير يستعمل فيه المزمار. عندما يذكر لك الأهالي أنهم أبناء العلوة تحس لما لوقع هذه الكلمة في نفوسهم، إذ تحرك فيهم مشاعر السمو والأنفة الممزوجة تارة بروح الدعابة والإقبال على الحياة، وتارة بحدة الطباع والميل إلى المشاكسة. لكن هناك إجماع على كون قبائل مزاب من أعرق القبائل وأكثرها حبا للغير وأكثرها كرما، وتفضل الساكنة تقديم أكلة رفيسة لضيوفها، وهي أكلة تشتهر بها الشاوية عموما، إلا أن المزابيين يفضلونها على كل الأطعمة، وتولع النساء بتحضيرها بإتقان، إذ يلححن على جودة الطحين المستعمل لكي يستطعن تحويله إلى فطائر شفافة يتم طهيها قليلا فوق نار هادئة ليتم تبخيرها فيما بعد، ورشها بمرق الدجاج الممزوج بالعديد من التوابل والسمن المملح.